السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم فارس بن راشد بن سالم الحجري من سلطنة عمان، ونحن في حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة أعمالنا وأهدافنا فيما يتعلق بهذا الاكتشاف العلمي حول الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. ولدينا موضوع ما يتعلق ب التغريدة التي انتشرت مؤخرا وما استلزم من التعليق على التغريدة وإفادة برأينا. والتغريدة جت بعنوان انتشرت رسالة تحت تحث على شرب ماء ساخن على الريق للشفاء من الضغط والسكري، وهي معلومة خاطئة طبيا. وقد رأيت اليوم من تدهورت حالته بهذه النصيحة. طبعا هذه التغريدة في تويتر من الفاضل الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض الطب القلب وقسطرة، أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي للقلب. وفي تغريدته للدكتور حين جاء بهذا، طبعا مفيد جدا وحبينا بهذا المقال الذي كتب فيه معا لنشر الثقافة الصحية. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا. بارك الله فيكم أخي العزيز الدكتور خالد النمر. ومعك الآن مكتشف العلاج بالماء الساخن. طبعا عندما نقول مكتشف العلاج بالماء الساخن، وفي عام 2007 عندما اكتشفنا سجلنا ملكية فكرية ولدينا كتاب بعنوان معجزة وعجائب العلاج بالماء الساخن، ومعايا الماء الساخن في كل مكان وزمان، ومعي دلته أيضا في شنطتي، وهذه هي الشنطة. ومعي الماء الساخن في كل مكان أينما أتجه، هذه هي الشنطة من فضلك. وأيضا معي الماء الساخن وجميع أفراد الأسرة نستخدم هذا العلاج الطبيعي والذي له أسرار مخفية، وأقول أسرار مخفية وأنا سأقدم نبذة. هذه دي الدلة في الشنطة معايا، وهذا الكوب للسيارة، وملتزمين ومواظبين مواظبة كليا، والموضوع انتشر كثيرا، ومواظبين من حيث الأساليب الصحية والعلاجية للماء الساخن، من بينها الطريقة الصحية والعلاجية لتناول الماء الساخن بمعدل خيارين بين 240 إلى 300 قياس الكوب، بمعدل 8 إلى 10 أكواب يوميا أو كؤوس، وخيار ثاني 500 ميلي لتر أو نص لتر بمعدل 6 أكواب أو جلاسات باليوم. أخي العزيز الدكتور، أنا طبعا أقدر ثقافتك وأقدر علمك وسعيك في نفع للأمة البشرية الخاص خصوصا المرضى، لكن أخي العزيز هذا اكتشاف علمي جديد، ولو قيل عنه أنه اكتشاف من الصين، نعم الصين ليس اكتشاف علمي لديهم، هذا وراثي في الصين. عندما كنا في سنغافورة وفي هونغ كونغ وحبينا نعرف من الصينيين عن الماء الساخن وما يعرفون عن الماء الساخن، في جاءنا بخلاصة أن فعلا هم يعرف عن الماء الساخن لأن وراثي تعلموا من أجدادهم، لكن كاكتشاف علمي هذا اكتشاف علمي جديد، وهذا الذي قادنا إلى تواجدنا في الولايات المتحدة الأمريكية للإثبات العلمي بإذن الله تعالى وتوفيقه، ونحن سعيين بقدر المستطاع. عموما هذا طبعا المقال أثار جدل جدا، ووصلتني الرسالة أكثر من 100 مرسل
في الحقيقة، ولا زال تتواصل الرسائل تأتي إلينا مع أن هذه تغريدة. ناس أصبحوا محبطين، وفي نفس الوقت يعني تناقض فيما بين المعلومات الواردة حول الفوائد الصحية والعلاجية بالماء الساخن. نعم، وأخي العزيز، بس راح أقدم للمشاهد لهذا الفيديو وأخي الدكتور خالد، مع تقدير لشخصيك الكريمة وعلمك الرفيع، أخي العزيز، هناك علمين. أول شيء الإعجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم، اللهم اجعلنا مسلمون، ولذلك بفضل تعالى توصلنا إلى الإعجاز بجميع تفاصيلها، وهناك حلقة نزلناها في على اليوتيوب قارئ مؤخرا على حلقتين، لأن كانت كل حلقة نص ساعة تقريبا، وراح يقدم نبذ عنها كيف للماء الساخن معجزة ربانية أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده بما في أنت وأنا وكل إنسان من الذي آمن به وبه بهذه النعمة الربانية آمن بها وواظب والتزم بالتطبيقات الصحية والعلاجية الستة، وهي الإيمان بفوائدها، التطبيق، الاستمرار، التقدير، المواظبة، ثم فهم مزاياها وبقدر المستطاع. قد ربما المعلومة لم توصلك بشكل مفصل، لذلك هذا التسجيل موجه لأخي الدكتور خالد النمر، وأيضا المشاهدين والمستمعين الذين سيستفيدون من هذا. وبالتالي الماء الساخن أخي الكريم وأخواننا أخواتنا هو مصدر في خلق والتكوين كل إنسان. لا حياة لدى الإنسان بدون ماء وبدون العناصر التي مكونات الأساسية التي فقط لا يمكن الحصول عليها في آن واحد إلا من خلال الماء الساخن. الماء الساخن، وليس المغلي وليس الفاتر وليس البارد، بل الماء الساخن، وليس الماء المضاف عليه أي إضافات أخرى، لأن إذا تم إضافة أي مواد أخرى حتى قطرات من الليمون أو العسل أو أي شيء فقد خصائصه مباشرة، فليس هو ماء بل أصبح أعشاب، يا إما يصبح مادة سامة مثل هيدروجين بروكسايد، مجرد الذرة الإضافية من الأكسجين على الماء فقد خصائص هذا الماء فأصبح مادة سامة لا يمكن شربه، وهناك تحذير وأنت الدكتور تعلم ذلك. فالماء كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لكن الماء يختلف درجاتها، وبالتالي الماء الساخن هو الأساس من أجل الحصول على طبعا توفير المواد الأساسية، العناصر الأساسية في الماء، مكونات الأساسية الماء والطاقة والهيدروجين والأكسجين. ما نستطيع ندخل بكل التفاصيل، فقط نبضات في الإعجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم كما هو معروف، ونحن نزلنا حلقة بهذا، وهناك طبعا أكثر تفاصيل أخي الكريم في سورة الواقعة. سورة الواقعة هذه سورة سبحان الله الجميع يعلم ماذا تتحدث. سورة الواقعة تتحدث عن يوم القيامة، سبحان الله، وبالتحديد الماء الساخن موجود هناك، هذا العلم بفضل الله تعالى ونعمته. وبالتالي تجد بأن الله سبحانه وتعالى مركز في سورة الواقع من بداية إلى نهايته عن أربع عناصر وثلاث أصناف. ثلاث أصناف أي أصحاب الميمنة وأصحاب المشآمة، سابقون أسابقون إلى أي في أعلى درجات من الجنة. وأربع عناصر أي خلق الإنسان والتراب أو الماء والنار. طبعا ما ندخل بجميع التفاصيل، وهناك تجد أن الماء الساخن عند خلط بين الماء والنار أي تسخين الماء بدرجة إلى التي ذكرنا فيها بحدود 50 درجة مئوية، وبالتالي أن يوفر لنا هو المطلوبة. وبالتالي الماء الساخن عندما خلط بين
الماء والنار من حيث عدد الآيات في عن الماء في سورة الواقعة، وعدد الآيات عن النار في سورة الواقعة 5 آيات، 3 آيات وثلاث آيات مباشرة عند خلطهما. وطبعا عدد الكلمات تكون كل آية متناسقة جدا حتى يصبح ماء ساخن، والماء ساخن مرتبط بما قبل عن خلق الإنسان والتراب. خلق الإنسان والتراب كل منهما 5 آيات، عن خلق الإنسان وعن التراب 5 آيات. طبعا الإنسان خلق من التراب ويعود إليه نهاية مصيره سبحان الله. وارتباط العنصرين الماء والنار أي ماء ساخن مرتبط بما قبل، حين قال الله سبحانه وتعالى وحذر أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر، خلق الإنسان، وبالتالي هو مجرد نفخ من روحه وتكوين الجنين بداخل رحم الأم دون وجود أي طبيب أو تداخل دواء أو أي شيء. مجرد الأم تستطيع أن مجرد وجود الجنين وتكملة نمو الجنين بداخل رحم الأم مكتمل بجميع جوانبها بالكامل إلى أحسن تقويم. هنا قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحان الله. وبالتالي خلق الإنسان ليس مادة تكنولوجيا، أداة، جهاز يصنع وتبدل قطع الغيار. أنا لا أنتقد الأدوية ولا أنتقد العلماء في الطب، بالعكس بذلوا مجهود جبار من أجل الصحة البشرية. وأنت دكتور خالد ما شاء الله عندما تخرجت حلفت بيمين أنك تعتني على البشر، تعتني على صحة الإنسان، وما شاء الله عليك أنت شخصية مشهورة جدا ولك ما شاء الله الشرف، وأنا أعزك وأحترمك كثير أخي العزيز. لذلك أطلب منك إذا كان هناك مجال باللقاء بك شخصيا وإقناعك والإثبات حتى إذا كان على التجارب معملية ومختبرية. موضوع ترك الأدوية أنا هذا شيء يبقى للمريض، لكن لا يمنع بأن نقول لك الحقيقة. زوجتي ممرضة 27 سنة في المستشفى، عملت بخبرة ممرضة وقبل أن تخرج تقاعد. أخي العزيز أصبحنا الآن ما يقرب 10 سنوات، 9 سنوات ونص، الآن دخلين السنة 10 مع الأسرة بالكامل لم نستخدم الأدوية على الإطلاق، وبالعكس وجدنا من الأدوية مضرة سنستخدم لا سمح الله لا قدر الله في الحالة الطارئة فقط بين الحياة والموت. ولذلك استطاعنا بفضل تعالى ثم هالإعجاز العلمي بفضل هذا الماء ساخن بأننا نعيش كل يوم ونستفيد من هذه النعمة الربانية وبصحة وفيرة، ولدينا تقارير علمية صحية متكاملة تثبت صحة ذلك، خلونا من جميع الأمراض. وهنا التركيز ليس فقط الخلو من الأمراض، أي اكتمال خلق الإنسان إلى أحسن تقويم، التقويم الجسدي والتقويم النفسي والتقويم العقلي والتقويم الروحي. هذا موضوع كثير طويل جدا لا أستطيع أدخل في جميع التفاصيل، لكن الماء ساخن أخي العزيز أنت في جسمك، وكل إنسان بداخل جسمه إنسان 75% ماء، وحرارة جسم الإنسان دائما في علو بمعدل 36.5 إلى 37 درجة مئوية. سبحان الله، أي تبقى وجود هذه الحرارة لتوفير الطاقة للخلايا حتى تبقى خلايا دائما بالشكل بالصحة للحفاظ على صحة الخلايا. والإنسان مكون من 100 تريليون خلية سبحان الله. عموما لا نستطيع ندخل بكل التفاصيل، لكن أؤكد لك بأن لا ضرر من الماء الساخن على الريق على الإطلاق، وأؤكد مرة أخرى لا ضرر من الماء الساخن على الإطلاق. إن منفعك ما حيضرك، بس منافع كثيرة جدا سواء على ريق وتابع برنامج متكامل. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. حين الله سبحانه وتعالى عندما نفخ من روحه إلى عبده مجرد تكون بداخل رحم الأم تكون سائل الذي في الطب البيولوجي يسمى بالسائل الأمنيوسي أو أمنيوتيك فلويد أو أمني، وهذا السائل الرحم
هو ماء ساخن، ليس ماء فاتر ولا بارد ولا مغلي، بل ماء ساخن. لماذا نقول ماء ساخن؟ لأن هذا السائل بالآخر رحم الأمة مكون من 99% ماء، 99%، وفقط 1% هي مواد كولاجينية وغير كولاجينية، وهي مواد غذائية للجنين والأم. درجة الحرارة في ارتفاع دائما 24 ساعة طوال فترة نمو الجنين حتى خروج من رحم الأمة، بالتحديد 37.5 من الدرجة المئوية، أي ساخنا 37.5، وهي درجة أعلى نسبيا عند حرارة جسم الأم في الحالات الطبيعية. من أين جاء هذا الماء؟ ومن أين ارتفعت حرارة؟ من الذي جعل هذه الحرارة ترتفع وليس يصبح ماء بارد ولا فاتر ولا مغلي، بل ماء ساخن بدرجة حرارة أعلى نسبيا عن حرارة الأم، بحيث أن حرارة الأم طوال فترة النمو الجنين حرارة جسم الأم أعلى نسبيا عن حرارة هذا الماء. سبحان الله، من أجل الحفاظ على هذا الماء يبقى ساخنا طوال فترة نمو الجنين. لذلك في سورة الواقعة، وانتهت سورة الواقعة بعد هذه 4 عناصر، في العنصر الأخير هو النار، حين قال الله سبحانه وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله، فسبح باسم ربك العظيم، قل سبحان الله. لكن بعد ذلك جاء تحذير: فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا ليس تحذير فارس ولا علان ولا فلان، هذا تحذير إلهي. من الذي يستهتر بعلم الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذا المخلوق ونفخ من روحه وتكون داخل رحم الأمة ماء ورفع بدرجة حرارة بقدرته العلي القدير جلت قدرته، وارتفع حرارته إلى أعلى كما أسلفنا، يصبح حتى يصبح ماء ساخن. كل إنسان دون أي تمييز، دون أي تمييز، بما في ذلك أخي العزيز دكتور خالد النمر، وكل إنسان بغض النظر من هو وما ينتمي إليه هذا المخلوق البشري العظيم، ماء ساخن. لكن بعد ذلك جاء تحذير إلهي: فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا التحذير إلهي، وإنه سبحان الله جاء التحذير والتكرار لهذا التحذير: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله أكبر، إنه لقرآن كريم كتاب مكنون لا يمسه إلا المتطهرين. الله أكبر. يا أخي الكريم، خلي شوية كلنا من أجل النفع للأمة البشرية، لا نريد أي حد يقع ضحية ويحرم من الماء الساخن. الماء الساخن لا ضرر ومنافع عظيمة، بالعكس الماء الساخن هو العنصر الأساسي، المادة الأقوى المضادة للسموم، ما يحتويه من الهيدروجين وغض الجسم الإنسان والخلايا، كل خلية من 100 تريليون خلية يتكون الإنسان البالغ والطفل بين 50 و70 تريليون خلية. سبحان الله، كل خلية تعتمد على العناصر، مكونات لا تتوفر في آن واحد إلا في خلال ماء ساخن. واحد. ثانية، الهيدروجين من هذه 4 مكونات: الماء والطاقة والهيدروجين والأكسجين. الهيدروجين ثبتنا بالفعل أن لا يمكن حصول على هيدروجين إلا من خلال الماء الساخن، وكما اكتشف العالم الأمريكي من أصل هنغاريا ألبرت جورجي، مكتشف فيتامين جيم، عندما حاز على جائزة نوبل، بايوكيميست، طبيب وعالم، عندما اكتشف بأن جسم الإنسان يخزن أحواض هيدروجينية، هيدروجين بولز، وأكبر حجما في الكبد ومن ثم القلب ثم الأمعاء والمعدة والكليتين وأخيرا الطحال. الهيدروجين هي المادة الأقوى المضادة للسموم، وأيضا أن كل مرض، كل إصابة بمرض وتقدم بالسن، أمراض بالسن وأمراض الشيخوخة، كل ذلك مرتبط بالأضرار الراديكالية الحرة. كل ذلك عندما يحصل التسمم، جزء كل يوم نمر بتسمم نتيجة من البيئة، نتيجة مواد حافظة الكيماويات، نتيجة الأدوية، كل ذلك تؤثر في الخلايا وتضر الخلايا.
ولذلك سبحان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل كل يوم تنمو بين 50 إلى 70 مليار خلية جديدة وتسقط أبوبتاسي بين 50 و70 مليار خلية. ولذلك عندما إنسان يمرض أو يصاب بالتهاب واستخدام الأدوية والكيماويات وإلى آخرها، طبعا هي ولو تنفع من جانب واحد، لكن هي لا تركز على مسببات الأمراض بل فقط أعراض، كما هو معروف أن الأدوية لها أضرار جسيمة. وكل مريض مجرد يفتح علبة الدواء يشوف داخل ماذا مكتوب، هناك تحذير عن أضرار الدواء. الدواء لا نمنع ناس من استخدام الدواء أدوية، لأن هذا ليس اختصاصي، بل لا أحد يوقف أحد ولا يحرم أحد من استخدام الماء الساخن، بل يقول أن الماء الساخن له أضرار. لا ضرر من الماء الساخن، بل هي معجزة ربانية من الدرجة الأولى. ونكرر وسنسعى بقدر المستطاع بإذن الله تعالى وتوفيقه. ولذلك نريد تعاون، نريد انسجام مع العلماء، مع الأطباء، مع كل من الذي من أجل البشرية. فكل طبيب حلف بيمين بأن يعتني بالمريض، فلا ضرر من الماء الساخن. عموما في سورة الواقعة هذا كان النبذة فقط، عندما تتذكرون حين قال الله سبحانه وتعالى أف تحضير رأيتم برؤية ما تمنون، أف تحضير رأيتم رؤية ما تحرثون، أف رأيتم الماء الذي تشربون. سبحان الله، أفرأيتم النار التي تورون. الموضوع طويل جدا، هذا مجرد مختصر، وإن أردتم تفاصيل موجودة لدينا. ونحن الآن 9 سنوات ونص مواصلين في بحوثنا العميقة للإثبات وإثبات وإجراء معامل مختبرية، فحوصات مختبرية بقدر المستطاع. مجرد توفر لدينا الإمكانيات لا زال نحن نشتغل على وحدنا، لا أحد وقف بجانبنا في توفير لنا الإمكانيات المادية. بعنا كل الأملاك أملاكنا وتكرسنا حياتنا وتركنا الوظيفة من أجل هذه النعمة الربانية، مؤمنين إيمانا قويا أن هي كلها مسألة وقت للإثبات. لكن لذلك عندما تأتي معجزة إلهية من السماء الناس لا يتقبلونها، لكن إلا إذا كان ثبت عمليا بتجارب البشرية سيتقبلونه. لكن نحن ما أردنا نكتفي نقول مجرد معجزة ربانية من الماء ساخن، حتى ما ندخل في متاحات كثيرة مع العلماء. ونحن نريد العلماء ونريد الأطباء ونريد ننسجم مع بعض من أجل نفع للأمة البشرية. لذلك توجهنا للولايات المتحدة الأمريكية بأن حتى إذا رد الله سبحانه وتعالى نتوفق نعمل إثبات، نثبت علميا وما عمليا ما هي الفوائد الصحية والبيولوجية والجينية والسيكولوجية للماء الساخن للإثبات، ليس فقط مخلو من الأمراض كما أثبتت أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن الإنسان الصحي ليس مجرد خلو من الأمراض، بل الإنسان الصحي هو من الذي يمتلك الصحة بجميع 4 جوانبها: الصحة الجسدية، الصحة النفسية، الصحة العقلية، والصحة الروحية. وسبحان الله ما اكتشفنا بأن ما توفرها من العناصر الأساسية هذا الماء ساخن لأسباب كما أسلفنا ذكر، بأنه هو المصدر الوحيد في خلق وتكوين كل إنسان، الله سبحانه وتعالى جعله سببا. لذلك هو ما يوفر من هذه 4 عناصر في عملية سلامة الخلايا وصيانتها وضبطها صحتها ونموها والتخلص من الخلايا الميتة حتى لا تتحول إلى خلايا سرطانية وأمراض أخرى والعياذ بالله وإلى آخره. لو دخلنا في موضوع العلم، الماء الساخن لا نستطيع نقدم كل التفاصيل، لكن فقط في نبذة فيما يتعلق عن السكري عندما حذرته عن الذين يعانون من السكري وأمراض ارتفاع ضغط الدم. أخي العزيز، السكري كما هو معروف علميا 3 أنواع مرض سكري: النوع الأول والنوع الثاني ثم سكر الحمل لدى النساء.
النوع الأول كما هو معروف عندما لا يستطيع البنكرياس في إفراز الأنسولين، عفوا نعم البنكرياس إفراز الأنسولين في الدم لتنظيم مستوى السكر عند ارتفاعه. ثانية عندما لا تستطيع، النوع الثاني عندما لا تستطيع الخلايا التعرف على أو استجابة على الأنسولين في الدم. وسكر الحمل لدى الحريم، أن الحوامل عندما يواجهون بهذا مشكلة ارتفاع نسبة السكر لديهم وقت الحمل، لديهم وقت الحمل. عموما أول شيء في بحثنا وتعمقنا ما يتعلق بالسكر وارتفاع ضغط الدم، أول شيء السكر، نعلم بأن السكر مفيد في الجسم، لكن لما يرتفع عن ارتفاع معدل طبيعي هو يصبح مرض سكري. لماذا؟ لأن كل شيء الذي نتناول من المواد الغذائية، عندما تقوم الأنزيمات بعملية كسر هذه المواد الغذائية من مواد بروتينية إلى أحماض أمينية لبناء الأنسجة والخلايا، واحد. اثنين، المواد الكربوهيدراتية من الخبز والطحين وإلى آخره والقمح والشهدي، هذه كلها مواد كربوهيدراتية تقوم الأنزيمات بكسر هذه الأنزيمات لإنتاج السكر، جلوكوز، سكر في الدم، والمواد الدهنية إلى أحماض الدهنية وكسرها كل من أحماض الدهنية من الدهون والجلوكوز من الكربوهيدرات وكسرها لإنتاج الطاقة للخلايا، سبحان الله. لكن مع طبعا مع وضع الحياة باليوم، قلة الحركة والأغذية والأدوية وأضرار بيئية والأشياء هذه كلها أصبحت هي تمثل خطرا على البشرية وتزداد الأمراض، ولذلك أصبحت كل يوم تزداد أعداد المرضى. ولذلك أعلنت الأمم المتحدة بأن مرض سكري مرض وبائي، والعالم سيكون مصابين ما يوصل 80% من السكان العالم في عام 2050. وفي الخليج، دول الخليج العربية، هناك دراسات بأن ثبت بأن الخليج في عام 2020، أي فقط مجرد 6 سنوات من الآن، ما يوصل 80% من سكان الخليج سيكون مصابين بالسكر. إذا أين التكنولوجيا؟ أين نفعت هذه الأدوية؟ وعندما نرى ناس من أعزاء وبما في أعزائكم أخي دكتور خالد، وكل واحد عندما يمرض حد من أعزائي فهو يمرض معنويا، نرى ناس يما تدهورت أوضاعهم، وماذا فعلت الأدوية إلا إذا كان مسكنات. ولكن من الذين فقدوا حياتهم؟ من الذين تدهور حوايتهم؟ من الذين يعيشون بأمراض مستعصية، أمراض سكري، وتدهور أوضاعهم وقل بكل فوق تحت حياتهم من أجل هذا المرض الذي نحن نؤمن بأنه له يوجد له علاج؟ وبفضل تعالى سنثبت بأن الماء ساخن معجزة ربانية لها قدرة في إعادة هيكلة الجسم وتفادي من هذا المرض السكري والعياذ بالله، وارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى وجميع الأمراض، بل لأمراض تقع جانب الجسدية والبدانة، بل نقول الصحة الجسدية والنفسية والعقلية والروحية بجميع جوانبها. وكل جانب نحن لدينا إثباتات، بحوث علمية قمنا بها للإثبات بأن العلاج بالماء الساخن هو العنصر المفقود لاكتمال إلى أحسن خلق كما خلق الله سبحانه وتعالى هذا العبد، وهو الإنسان، وهو أنت وأنا وكل إنسان دون أي تمييز كما أسلفنا. فبالتالي عندما يتراكم السكر في الدم، الجلوكوز طبعا يوصل مرحلة، توصل مرحلة البنكرياس ما تستطيع تفرز الإنسولين بشكل منتظم، أو الخلايا ما تستجيب للإنسولين من نوع ثاني السكري، وبالتالي يتحول إلى مرض سكري. يا أخي العزيز، لو نظرنا إلى بلازما الدم، لو نظرنا إلى دراسة بيولوجية وجينية وسيكولوجية عن الإنسان، وجدنا بأن هذه 4 عناصر هي المفتاح الوحيد، وهذه هي الوقود تغذي كل خلية وتعيد هيكلة جسم الإنسان. وكما اكتشف العالم ألفريد تايلور ستيل، مكتشف طب التقويم، عندما فقد 3 من أولاده، وهو كان طبيب مشهور جدا أمريكي، ومن ثم قال الأدوية فشلت
إنقاذ أولاده الثلاثة وفقدتهم، ومن ثم قال الأدوية لها أضرار، ومن ثم إيش اكتشف ما